مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا دكتور. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم بهذا اللقاء، وإن شاء الله يعني نستمر معكم في مهارة الاتصال. نحن أخذنا في الأسبوع الماضي المحاضرة الأولى واللقاء الأول في مهارة الاتصال، وأكدنا لكم أهمية الاتصال وأهمية ترابطها مع مادة المهارة القيادية ومع مادة أو مقرر التفكير الناقد. فهذه من المواد المكملة لشخصية الطالب، وعندما ينتقل للمجتمع إن شاء الله يكون عنده يعني شخصية متكاملة. نأمل أن يكون كذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. طبعا يتوقع منك عزيز الطالب ان تكون قادرا اليوم. نحن ناخذ تعريف الاتصال الشخصي. طبعا احب ان انبه انه في ترتيب الكتاب الذي معكم طبعا انا مع الكتاب حق الجامعه الاصلي، فشفت ان في ترتيب الموضوعات في هناك قليل اختلاف، وخاصه في موضوع في بعض الموضوعات. معلش، نحن اليوم نبدا في الاتصال الشخصي، وهو اهم شيء في موضوع أهمية الاتصال، كيف يكون الاتصال الشخصي. ونتوقع من بدأنا الطلاب أن يكونوا يعني بتعريف مفهوم الاتصال الشخصي والإفصاح عن الذات، تبين فوائد الاتصال الشخصي، توضح الصفة الأساسية للاتصال الشخصي، تناقش أسباب انجذاب الناس بعضهم لبعض، تصف العلاقة الشخصية ومراحل تطورها. طبعا سؤال تمهيدي، متى يكون الاتصال الشخصي أفضل من غيره؟ دائما يكون الاتصال الشخصي عندما يكون بين شخصين فقط، ويكون انجح اتصال، لانه ما لا يكون هناك تشويش، ولا يكون هناك تقاطع، ولا يكون هناك اي نوع من التشتت، وبالتالي يكون دائما الاتصال الشخصي يكون من انجح انواع الاتصالات. ننطلق الى مفهوم الاتصال الشخصي، وهو مثل ما قلنا انه التعريف الاول للاتصال هو تبادل المعلومات والرموز بين أكثر من شخص، لكن هنا تبادل المعلومات يحدث بين شخصين أو أكثر. طبعاً لأن أحياناً يكون الاتصال الشخصي بين أكثر من شخص، لكن أنجحهم وأفضلهم هو عندما يكون بين اثنين فقط. مقصود بالإفصاح عن الذات، شوف، دائماً الإنسان يكون محمل بالهموم، محمل بالأشياء، في معه أسرار، في معه حاجات. وكما قلنا في المحاضرة الأولى أنه أحياناً يكون واحد عنده مشكلة، ولا يكون عنده سر معين، أحياناً تكون حتى فرحة معينة بس أنت ما تشتيش تقولها لأحد، أو لا تريد أن تقولها لأحد، فقط تكون فوقك كأنك على الجبل. المهم أنه تريد شخص موثوق، تريد شخص يعني يكون أكثر ثقة فيك، وأنت أكثر ثقة فيه، تتبادل فيها الأسرار، وبالتالي حتى لو هي فرحة. مش إلا أحيانا نشوف بعض الناس تكون أسرارهم يعني يتصور أن السر هو فقط في الأشياء الخطيرة أو في الأشياء السيئة، وهذا من الخطأ. يعني أحيانا يكون في أسرار مفرحة لكن ما تستطيع أنت تقولها، ولا تستطيع تبح فيها إلا لأشخاص معينين، وهذا ما يعتبر ما يسمى بالإفصاح عن الذات. وبالتالي هناك بيت من الشعر يعني دائما أنا أذكرها وأذكرها دائما للشباب، نقولها وأرجو أن تحفظوها يعني إذا عندكم، إذا مش ظهرت في الشريحة. قال يقول الشاعر: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوقع. أحياناً هذا الشخص مش مطلوب منه أنه يحل لك المشكلة مثلاً مادياً ولا غيرها، ونحن ذكرنا ذلك في المادة السابقة، لكن أحياناً يكفي أنه يستمع لك، وهذا يعني ما يقصد به الإفصاح عن الذات، أنه يكون في عندك حاجة داخلك، في أسرار ما حد يطلع عليها، لكن أحياناً يقع واحد في مطب، وهذا من المحاذير، أنه أحياناً أسرارك كلها مش شرط تعطيها للآخرين، مهما تكون درجة الثقة ومهما تكون درجة الأذى، مش كل شيء يعطى للآخرين، لأنه بعض الناس وخاصة في هذه الأيام
أصبحت قضية الاصطياد في الماء العكر أصبحت مربحة وأصبحت تجارة، وخاصة في التقدم التكنولوجي اليوم. يعني تروح ترسل بحاجة عبر الباء حفظها لك، ترسل بصورة حفظها لك، ترجع مصدر للابتزاز بين الأصدقاء. وبالتالي بعض الأمور سواء سارة أو ضارة، سواء يعني سيئة أو مفرحة، مش شرط أنك تتبوح بكل الذي عندك، لكن أحياناً واحد يكون محمل لهذا الشيء، فبالتالي يعني ما بعضهم ما يقدر يرقد ولا يجيل النوم ولا يستطيع يعني يبقى على الفراش حتى يبوح بما عنده. بعض الناس ما عندهش قدرة على التحمل نهائياً، وهذه من الأشياء الخاطئة. وبالتالي مفهوم الإفصاح ذاته عملية يقوم الفرد من خلالها بإفشاء بعض المعلومات الشخصية لفرد آخر دون غيره من أفراد المجتمع. وأنا هنا أنبه وأكرر التنبيه أن هناك أشياء لا ينبغي أن تخرج سواء كانت سارة أو ضارة. يعني مثلا أحيانا بعض الناس يثق بكثير من الزملاء كذا، ويكون عنده مثلا عنده حاجة، عنده مال، عنده حاجة، وبالتالي يوم من الأيام صديقه هذا يمرض، عنده مرض نفسي، عنده أشياء يعني، فبالتالي ما تدري إلا وقد صيدك، ما تدري إلا وقد صيدك في وقت من الأوقات. وبالتالي أنا نقول أنه ليس يعني شرطا أن تبوح بكل الذي عندك، ليس شرطا أن تبوح بكل الذي، حتى وإن باح لك صاحب صديقك فينبغي عليك أن تبقى يعني تبقي مسافة من الأسرار لا تبقيها لأحد. طيب، ما هي أسباب نشأة العلاقة الشخصية؟ هناك عدة أسباب لنشأة العلاقة الشخصية. أول حاجة أن الاتصال الشخصي يوفر إشباعاً لبعض احتياجاتنا الشخصية، والتي منها أول حاجة الاستمتاع. أنت عندما تبقى مع مجموعة من أصدقائك، مع أنت أحياناً تستمتع بهذه الجلسة، تستمتع بهذه المعلومات، لكن لا يمكن أنه بعض كل المعلومات يمكن أن تستمتع بها. يعني أحياناً واحد غصباً عنك أنك يعني تتكلم بها ليس من باب الاستمتاع، ولكن من باب إيش؟ يعني أن تحط من الحمل الذي عندك شوية. فقلنا أن الاتصال يوفر أول حاجة موضوع الوجدان، برضه الإحساس بشعور دافئ تجاه الأشخاص الذين نحترمهم ونعتني بهم. ويعني هذه من أسباب نشوء مثل هذه العلاقات. وهناك نقطتين نعبر عنها. أول حاجة اللفظية، مثل كم أنا سعيد بتخرجك، والأخرى غير اللفظية، مثل ما عندما يقبل الشاب رأس والده أو يعانق صديقه. أحياناً يكون هناك شعور وجداني، يعني مثل ما يقول بالحفاوة، يعني حتى أنت لو يعني بمجرد حتى ما تفتح ذراعيك لصديقك أو كذا، هذه برضو يعني أشياء يعني معبرة، وسنأخذها في لغة الجسد في هذه المحاضرة إن شاء الله. الشيء الثالث، موضوع الانتماء. انتمائنا إلى المجتمع من حولنا هو في الحقيقة مطلب أساسي للاستمتاع بالحياة. أيضاً الهروب، أيضاً أن يقوم الإنسان بالاتصال بشخص آخر من المقربين إليه للهروب من بعض أعباء الدنيا، من بعض المشاكل. مثل ما قلت لكم، أحياناً يكون واحد متضايق فقط يريد صديق له يسمع له، فقط تفتح له أذنك، ومش شرط تفتح له جيبك إنك تحل له مشكلة من جيبك، ولا تساعده، ولا تخرج ضارب معه، ولا كذا. فقط ممكن يعني يكفي أنك تفتح له صدرك وتفتح له أذنك تسمع منه. الاسترخاء برضو، أيضا أنه عند تقوم بالتحدث مع الأصدقاء في فترات الراحة والابتعاد عن أعباء الدنيا. يعني تلقى أحيانا يكون أنت متضايق من شغل، تخرج من مكتبك إلى المكتب الذي جنبك فقط لأخذ جزء من الراحة، تسترخي فيها مع صديقك أو كذا، تتبادل فيها معلومات حتى لمدة دقيقتين 3 دقائق، وتعود لشغلك. وهذه من الأشياء التي يعني يوفرها الاتصال الشخصي. ايضا انه موضوع السيطره، يحب الانسان ان يكون لديه القدره على السيطره في مجريات حياته، وبالتالي يعني دائما الاتصالات، يحب واحد انه يكون يعني يمتلك الحاجات من الاشياء حتى بمجرد القرارات. يعني انك تريد ان تكون يعني تظهر امام الاخرين انك انت مسيطر، حتى في النقاش بعض الناس يحب حتى يسيطر حتى على النقاش، مش الا على اشياء اخرى، ما بالك بالامور الماديه وغيرها.
بما يتأثر الاتصال الشخصي طبعا، هناك البيئة الاجتماعية التي ينتمي لها كل من هؤلاء الأفراد. طبعا الاتصال الشخصي يتأثر بالبيئة الاجتماعية، مثل ما قلنا ذكرنا الأسبوع القادم إنه كل ما كانت البيئة المحيطة بمكان الاتصال مهيئة لك، كل ما كان الاتصال أكثر ناجح. أحيانا يكون في مع الواحد شخص مشكلة معينة أو شيء، ما تصلح تناقشها في سوق، ولا يصلح تناقشها في ساعة غضب مع آخرين، ولا يصلح تناقشها في، فالضروري من اختيار البيئة الاجتماعية المناسبة لنجاح هذا الاتصال. أيضا ما هي الصفات الأساسية للاتصال الشخصي؟ طبعا في كل اتصال له خصوصية، له صفات. من ضمن هذه الصفات موضوع الخصوصية، يعني إن وجود، أن يعني عدم وجود أي خصوصية في الاتصال ينفي كون هذا الاتصال شخصي. مثل عندما يتحدث النادل مع جميع العملاء في مطعم بنفس الطريقة، مثلا هل تريد يا سيدي مثلا سلطة مع الوجبة، هذا الاتصال هو بين شخصين صحيح، لكن هل معنى هذا الاتصال أنه الاتصال شخصي؟ هل معنى ذلك أن النادي اللي يعرف الزبون من قبل؟ لا، ولكن حصل هذا الاتصال بين، يعني يحصل حتى مع سائق التاكسي، يصلح مع النادي، يصلح مع حارس العمارة، يصلح مع، وهذا الاتصال شخصي، لكن ليس بذاك القدر أنه مثلا يعني له خصوصية. يعني أنت تتصل مع الحارس، لكن هذا مش يعني اتصال شخصي لأنه يعرفك أو تعرفه. يعني الصفة الثانية، الاتصال الشخصي يحدث ضمن علاقة شخصية. طبيعة العلاقة الشخصية بين اثنين تحدد نوع الرسائل المتداولة بينهما. ببساطة أنك تتحدث مع مدرس المادة بطريقة تختلف مع التحدث مع والديك، تختلف بطريقة التحدث مع زميلك، تتحدث مع، يعني مثل ما يقال، لكل مقام مقال ولكل حدث حديث. وبالتالي الاتصال أو المتصل الفعال هو الذي يختار الكلمات المناسبة في الوقت المناسب مع الشخص المناسب في الظرف المناسب. هذا هو الاتصال الفعال، وهذا المتصل بكفاءة. من ضمن الاتصال الشخصي برضه يتأثر بجنس طرفي العلاقة، وذلك باختلاف الرجال على النساء في أسلوب تواصلهم مع الآخرين، أي أن الرجل يتحدث مع من أمامه بأسلوب ذكوري مباشر وخالي من المشاعر العاطفية، وهذا يعني يختلف ما بين الرجال والنساء. ولكن أحياناً اليوم مع الجرأة مع كذا، أحياناً قد تتحدث مع بنت ولا مع حاجة قد هي ربما فيها من الصرامة وفيها من الحدة ما يغلب يعني طبيعة الرجال مع اعتذاري للبنات اللي معنا في هذا، لكن هذه حقيقة يعني من حيث الصرامة من حيث كذا. تجد أحيانا بعض النساء أشد صرامة من الرجال، وتحصل بعض الرجال أحيانا يعني قد هو يعني ربما من كثر العيش مع النساء أو من كثر كذا، أو أنه طبيعته هكذا الهادئ يميل إلى الأنوثة أكثر من غيره. يعني كيف نتحدث مع الآخرين؟ يتبادل الناس أطراف الحديث فيما بينهم من خلال طريقتين رئيسيتين، هما هذه الطريقة المحادثة العابرة، وهي الوسيلة الأكثر استخداماً للاتصال الشخصي. طبعاً المحادثة العابرة هذه يعني تطلع الباص تتكلم مع من حولك، تدخل المطعم تتكلم مع من حولك محادثة عابرة، تخرج بالشارع وتتكلم محادثة عابرة، وهذا ما يحصل يعني، وخاصة الناس العايشين في المدن يعني تتكلم يعني تغلب علينا يعني في أكثر من 60 إلى 70% من محادثاتنا المحادثات العابرة، وخاصة الناس العايشين في الأسواق أو العايشين في المدن أكثر من العايشين في الريف. العايشين في الريف أحيانا تكون رغم أنه يكون في محادثة عابرة، لكن مش بالشكل الذي هو مطروح في موجود في المدن. ثم الحاجة المحادثة العابرة الطريقة الثانية، وهي طريقة الإفصاح عن الذات، وهذا معاكس تماما للمحادثة العابرة. المحادثة العابرة تحصل على الماشي، بينما الإفصاح عن الذات وهو يعتبر جوهر الاتصال الشخصي.
وهو عملية يقوم الفرد من خلالها بإفشاء بعض المعلومات الشخصية. يعني فرق كبير بين المحادثة العابرة وما بين الإفصاح عن الذات، العكس تماما، العكس تماما. يعني بين المحادثة العابرة هذه بطرف وهذه بطرف، المحادثة العابرة قلنا تحصل مع أي شخص حتى بالشارع، أما الإفصاح عن الذات معنى ذلك أنه تختار الشخص بعناية، اختيار الشخص بعناية من أجل أن تودع عنده سر من أسرار حياتك، ربما لو خرج هذا السر يعني تكون هناك يعني أحيانا عواقب، يعني مشاكل لا تحمل عقبها بسبب أنك أفصحت عن ذاتك لشخص غير موثوق. وبالتالي البيت الشعر إيش قال في البداية؟ قال ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة. ركزوا على هذه الكلمتين، ركز إلى ذي مروءة، ما قالش أنك تروح تشتكي لأي شخص، حصرها هذا الشعر، وهذه من أجمل الأبيات. أنا أريدكم يعني أتمنى أنكم تحفظوها عندكم وتبقى يعني في مخيلتكم، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة، لأنه الذي عنده مروءة مهما حصل بينك وبينه لا يمكن يبوح بهذا السر إطلاقا. أما قليل المروءة فيعتبر وصولك إليه وشكواك له يعتبرها غنيمة، يعتبرها صفقة، يعتبرها يعني يعتبره ربح كثير، لأنه أنت أفصحت له عن ذاتك، وبالتالي هو أصبح عنده صيد ثمين بإمكانه أن يبتزك فيها. وهذا ما يحصل، حصلت في الأسبوع الماضي مشكلة ابتزاز بسبب يعني تسريب صور قد تكون بطريقة أو بأخرى، لكن شوف كيف أصبحت، يعني أصبح تحولت من صديقة إلى 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 مش خاص عند بعض الخصوم عندهم مروءة، عند بعض الخصوم عندهم مروءة، لكن هذه تحولت إلى 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 يعني خرجت عن الإطار، على النطاق. وبالتالي نكرر أن الإفصاح عن الذات هو عكس المحادثة العابرة تماما. لمن نفصح عن ذواتنا؟ هذا سؤال. ولمن نفصح عن ذواتنا؟ للشخص الذي تزداد ثقتنا فيه، للشخص الذي تزداد ثقتنا فيه. لابد أن يكون جدار الثقة بينك وبينه سميك جدا، وأن يكون يعني مأمون الجانب، ما لم فيعني سيتحول إلى مصيبة وسيتحول إلى كارثة. طيب قلنا تنقسم الذات البشرية إلى أربعة أقسام رئيسة، وهي أول حاجة المنطقة المكشوفة. المنطقة المكشوفة هذه الذي هي معروفة لكل الناس، الناس كلهم يعرفون عنك كل شيء، وهي مثلاً الاسم، العنوان، يعني إيش تخصصك أحياناً، يعني يكون مكشوف لكثير من الطلبة، لكثير من الناس يكون مكشوف هذا الأمر، وبالتالي هذه تسمى بالمنطقة المكشوفة، ولا يمكن أنك تخفي هذه المعلومات. أما المنطقة الثانية وهي منطقة تسمى منطقة الأسرار، وهذه تعتبر بئر عميقة، ويعني لا يمكن الوصول إليها إلا لخبير، ونحن نعتبر هذا الخبير هو يعني موضع ثقة الشخص، موضع الثقة يعني الذي يمكن أن يغوص داخل هذه البئر ويخرج منها ما استطاع أن يخرجها من هذه الأسرار. وهذا أنا أعيد وأكرر أن موضوع الأسرار وهذه المنطقة ينبغي أن يكون الدخول إليها من الآخرين يعني دخول محدود، وإذا أردت أن تخرج منها شيء ينبغي أن يكون في حدود الحاجة وفي حدود الضرورة، أما أن تبيح كل أسرارك في هذه من الأشياء التي يعني يوم من الأيام يعني تنقلب إلى يعني تنقلب ضدك والعياذ بالله. فنرجو أنه يعني نحترز أنه لا نبيح كثير من أسرارنا إلا بقدر الحاجة وبقدر الضرورة، لكن بعض الناس يعني عنده طبع هكذا، طبع لا يستطيع أن يكتم أسراره، ما يستطيع أن يكتم أسراره، وبالتالي هذا يكون فريسة سهلة جدا لكل المتصيدين.
المنطقة الثالثة وهي تسمى بالمنطقة العمياء، وهي المنطقة مسمى يعني منطقة ضبابية، ونحن أحيانا ما نعلم، لكن في ناس آخرين يعني تظهر لهم، يعني الناس الآخرين ربما يلاحظوا عنك أشياء وأنت ما تلاحظهاش، مثلا الأخطاء، مثل أحيانا أثناء الحديث في بعض الناس يكرر كلمة معينة أو حركة معينة، تحصله ما بين يعني كلمة وكلمة، هو يقول لك يعني أو يقول لك في الحقيقة أو يقول لك صح ولا لا، يتكلم معك ويقول لك صح ولا لا، ولا شوية. وأحيانا بعض المحاضرين في الجامعة يعني ما بين كلمة وكلمتين تخرج منهم عبارة صح يا شباب، فهمتم يا شباب، يعني ما بين أكثر من كلمة وكلمة يرجع هذا. إن شاء الله نحن ما نكرش واحد من ما نكرش من الذي يكرر هذه الكلمات، لكن هي أمر طبيعي جدا، ما يعني لا ليس فيها إشكال. وأحيانا تكون حدث حركة لا إرادية عندما تسلط عليه الأنظار، مثلا إما هز الركبة أو هز الرأس، أو مثلا الابتسامة الصفراء. قد بعض الإخوة يعني يسأل ربما يعني هل عن الابتسامة الصفراء، هل أحد منكم يعرف إيش معنى الابتسامة الصفراء؟ سؤال يعني ليست من القلب. هل أحد منكم يقدر يرد؟ ها؟ يمكن مجاملة. ممتاز جدا، فعلا الابتسامة الصفراء هي، شفت لما واحد يتصور يكون أمام الكاميرا يتصور لكنه يكون وجهه عابس، تمام، أو عنده مشكلة أو يعني، لكن في الأخير أمام الكاميرا الناس يقول له ابتسم يضحك، يقوم يعني يفتح فمه كأنه يعني مثل الرجل اللي مطمط هكذا، ما مش الابتسامة التي هي خارجة من القلب مثل ما قال بعض الأخوة، أو أنه يعني تدخل أنت عند مديرك ومش مقتنع فيك لكنه يبتسم لك ابتسامة هكذا غصبا عنه، يفتح فمه يبتسم لك يعني، فهذه من تسمى الابتسامة الصفراء، معناها أنها ابتسامة ليست حقيقية، يعني كأنها متصنعة. كأنها إيش؟ متصنعة. فعلا هي مش كأنها متصنعة، هي ابتسامة متصنعة، يعني هي ابتسامة غصبا عنك تبتسمها وليست يعني بالرضا. أما المنطقة المجهولة وهي منطقة غير معروفة من الجميع وتمثل جميع أبعاد شخصيتنا والتي لم يتم اكتشافها حتى الآن، فقد يظن الواحد منا أنه شجاع إلى أن يتعرض لخطر محدق فيكتشف أنه يعني ضعيف إلى درجة لا يتصورها، وهذه من الأشياء التي تحصل لك فجأة، تكون أنت ما شاء الله يعني تشوف نفسك أنك جرانديزر، وبعدين في الأخير يعني بمجرد يطيح قلص من جنبك يعني تعدن في رئيسك يعني مثل ما يقال. طيب متى تزداد درجة الثقة بين طرفي الاتصال؟ الجواب طبعا واضح، عندما تزداد مساحة المنطقة المكشوفة. يعني طبعا احنا قلنا ان المنطقة المكشوفة كيف؟ يعني معلومات، اسمك، عنوانك، اشياء شخصيتك الظاهرة معروفة هكذا، لكن عندما تصبح معك صديق تفصح له عن ذاتك وتخرج له اسرارك، ايش الذي يحصل هنا بينك وبين هذا الشخص؟ تزداد مساحة المنطقة المكشوفة بينك وبينه، ويصبح في أشياء كثيرة يعني معلومة لديه ولم تعد لا منطقة أسرار ولا منطقة عمياء ولا غير ذلك، وإنما ازدادت مساحة المنطقة المكشوفة بفعل يعني زيادة يعني مساحة المنطقة المكشوفة بينك وبين من تثق فيه. ما هي عوائق الإفصاح عن الذات؟ طبعا هناك احنا مثلا ما قلنا انه الشخص يبحث، احيانا يبحث عن شخص يريد ان يبوح له بعض الاسرار، لكن في المقابل هناك اسرار لا يمكن ان تخرج حتى لاقرب المقربين، وهذا يعني وهذه من الاشياء يعني الذي تعتبر يعني الخوف من ظهور عيوبك للآخرين حتى لا تصبح يعني مصدر للابتزاز، مصدر
للشتيمة من الآخرين، مصدر للإزدراء، مصدر لأن الناس ما عاد تقبلك. يعني لو 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 ظهرت يعني لو ظهر يعني شيء من عيوبك مثلا للآخرين، أكيد الناس بتحكم عليك أحكام أنت لا ترغب بهذه الأحكام، لا تحكم عليها. وبالتالي ممكن ممكن نقول عنها شيلها معك القبر الأسرار هذه. أيوة بالضبط، شيلها معك القبر، هكذا باختصار. هذه لا يمكن أن تخرج لأحد. ليش؟ لأنه لو خرجت معناته انتهت شخصيتك. أحسن لك شلها معك، يعني يا تشلها للقبر يا هي توديك القبر ربما، يعني إذا خرجت يعني. فهذه في الحقيقة يعني. فبالتالي أنا أكرر مثلا مقدركم أنه لا، ليس من حقك أن تخرج جميع أسرارك حتى لو تكون درجة الثقة ما كانت. لابد من الانتباه، ولابد ما يحصل يوم من الأيام مهما تكون درجة ثقتك فيه، لا تخرجها، ابقيها على مد. وبالتالي أول هذه العوائق هو الخوف من ظهور عيوبك للآخرين. اثنين، الخوف من أن يصبح رفيقك ناقدا لك، بيصبح مبتزك، يصبح مبتزك، ها انتبه، شوف كم انك، ها كم اننا برجع نفتح ملفاتك، كل ما جيت بتعارضه بشيء، بسمع حبيبي خبرك عندي، بتجي معك شيء اعطينا منه ولا بعدين، ها قدك داري بالموضوع. تصبح انت يعني مقيد، تصبح ربما تراضيه مش بنص مالك، باكثر من نص مالك، وانت تريد ان تغطي يعني هذا السر الذي انت يعني بحت به للاخرين. اذا في احد عنده مشكله ما أيوة. او يبغى يتعالج منها او وقع في اخطاء معينه وإذا أظهرها للمجتمع بإذيه، هل يحق له أنه يعطيها مثلاً جهات مختصة مثل طبيب نفسي أو طبيب شيء معين؟ هل يحق له أني أخرج هذه الأسرار أو أحتفظ فيها كمان؟ يعني الآن مثلاً أنا عندي أحد الأسرار تعتبر مشاكل ذاتية، أنا أريد أيوة مشاكل نفسية، نعم، فأبغى أترك هذا الشيء، وهذا الشيء إن أفصحته للمجتمع سيؤذيني. أيوة، فهل ألتزم فيه أو أتركه إلى مكان آخر يفيدني أو ينصحني مثلاً كدكاترة مختصين أو أشياء معينة؟ أنا أعد للبيت الشعري حقي، فلا بد من شكوى إلى ذي مرؤة يواسيك أو يسليك أو يتوقع. فمن ضمن هذا الأصحاب المرؤة قد يكون الطبيب النفسي. يعني إذا كان الموضوع موضوع أحياناً متعلق يعني بأنه قيدك وأنت ما حد داريه، بس أنت مقيد خوفاً من إيش؟ يعني بعض الناس يرجع يحاسب نفسه ويؤنب نفسه الى درجه ان هذا الناس الاخرين ما مش عارفين، لكن انت من 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 شده تحملك لهذا الموضوع اصبح مثقل كاهلك، اصبحت ما تقدرش تتحرك، وكان الناس كلهم عارفين فيك، صح ولا لا؟ هذا اللي تقصده؟ لا مثلا يعني باغلب الاحيان يعني مثلا اشخاص او بنات او شيء معين دخل في مواضيع معينه يعني، فيبغى يخرج من هذه المواضيع، ما يقدر يكلم اي احد من حواليه سواء اصدقائه او اقربائه، فإذا تكلم بيروح فيها. لكن هل ينصح أنه يمشي يشيل هذا المشكلة ويحطها عند أشخاص متعينين لعلاجة هذه المشكلة نفسها اللي هي أي نوع من أنواع الأشياء؟ نعم أنا قلت لك في البداية وأعطيتك البيت الشعر أنه إذا شفت شخص ذي مروءة بإمكانك أنت تستشيره، بإمكانك يساعدك في حل هذه المشكلة، نعم ممكن، لكن لابد يكون شخص صاحب مروءة. باختصار يعني نذهب الله يفتح عليك. يعني يحق لنا البحث عن في حالة التغيير. نعم إذا كانت لا تؤثر عليك. إذا كانت لا تؤثر عليك نعم. الخوف من أن تفقد زميلك. يلا طيب، الشيء الثالث، النقطة الثالثة، الخوف من أن تفقد شخصيتك. فالبعض يرى أن بعض الأمور الخاصة بهم والتي لا ينبغي لأحد أن يطلع عليها وتكون هذه الظاهرة لدى الشباب في مرحلة المراهقة بصورة أكثر، حيث تزداد رغبتهم في الاعتماد على أنفسهم دون الرجوع إلى الوالدين أو الأخ الأكبر. وهنا برضو يعني متعلقة مثل بما قلت أنت في ما قال زميلكم في النقطة الأولى، أنه هذا بحث يعني عن شخص، لكن احيانا الاخ ولا الوالدين وخاصه عند البنات اذا بعض الناس تروح تبوح بها الى صديقه او الى شخص اخر ولا تبوح بهذا السر لوالديها، وهذا من الاشكالات الذي تؤدي بالبنات الى ما لا يحمد عقباه. يعني احيانا بعضهن يعني اهلها لا يستطيعوا تحمل
يعني أن ما مش قادر يسمع منها، مش قادر يسمع مشكلتها، مش قادر يتفهمها، وبالتالي أحيانا ترجع تفقد التوازن، تفقد الثقة بهذا، وتروح تتجه منها آخر، إما أنها تصبح يعني صيد سهل للآخرين، أو أنها يعني تتخذ لها يعني خطوة أخرى، وهو ما حصل مثلا قبل في الأسبوع الماضي بمحاولة بعض البنات التي خرجت عن هذا، يعني رجعت يعني أنحت منحة آخر وهو منحة غير صحيح ولا نحبذه. الموضوع الرابع وهو الخوف من أن تفقد زميلك. بعضهم يعني يكون بينه وبين صاحبه يعني زمالة كبيرة وعلاقة قوية إلى يعني بدرجة كبيرة، لكن إيش الذي يحصل؟ يعني يحصل أن هذا الزميل ما عاد يحاولش يهدئ من روعك، ما يحاولش يقول لك خلاص والله بنحل المشكلة، ما يحاولش يقول لك الموضوع سنتعاون فيه، ممكن نستشير، ممكن لا. بمجرد ما يعني يسمع منك هكذا، مجرد يعني عاد طرف الحديث، يتركك تماما، يتركك، يفقدك. وهذا مش زميل، هذا إذا قال إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف. فهذا الشخص يعني بعضهم ما يتحملش من صديقه، يريد صديق له ملك، لكن في المقابل هو مش ملك، يعني يريدك تتحمله لكن هو مش قادر يتحمل منك أي شيء، ويشعر أنه أنت يعني لا تصلح لزمالته، يفقد الثقة تماما. طيب بالمقابل إذا كان هون هذه العوائق، متى ما هي الأشياء المسموحة؟ متى يكون الإفصاح عن الذات مناسبا؟ أول حاجة اختيار السياق المناسب. أحيانا اختيار السياق المناسب، أنت عندما تتكلم مع صديق معين أو في مشكلة معينة أنت تريد أن تفصح عنه، يعني لابد ما تختار السياق المناسب، تختار الوقت المناسب، تختار السياق المناسب، معناته المدخل المناسب لكي تشرح لصديقك وتعتبره مدخل من مداخل الحديث، وتبدأ تفتح معه هذا الموضوع وتفصح عن ذاتك به، لكن مش بأي وقت ولا هو يعني كذا عفوي، لابد ما تختار السياق المناسب للإفصاح عن ذاتك. ثم التدرب في الإفصاح وفقا لتطور العلاقة. بعض الناس بمجرد ما يحصل شخص ويتعرف عليه ويقول له أنا ابن فلان وأنا من المكان الفلاني وأنا جلست مع فلان وأنا أعرف فلان وأنا أعرف فلان، مباشرة يبدأ يعني يفتح له موضوع أسراره ويفتح له المنطقة حقه، تصبح كلها منطقة مكشوفة وهو لم يعرفه إلا لمجرد يعني معرفة بسيطة. وبالتالي يحكى أن عمر بن الخطاب قالوا يعني كان يسأل عن فلان، قال له تعرف فلان؟ قال له نعم. قال له هل أكلته؟ قال له أكلت معه. قال له لا شربت معه. قال له لا طيب. قال له سافرت معه؟ قال لا. قال له طيب تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال إذن لعلك يعني رأيته يدندن في المسجد، لعلك رأيته يدندن في المسجد. وهذه مشكلة بعض يعني أنه تتعرف على حني حتى في مسجد إلا معينة، وتقوم تفتح له ذراعك وتفتح له جميع أسرارك وتكبها له كبة واحدة، وهذه من الأشياء الخاطئة طبعاً وما تصلحش في العلاقة. لابد من التدرب، لابد ما تختبره، اختبره الأول، اختبره بمعلومة بسيطة، اختبره بمعاملة مالية، اختبره بسفر. ليش الله تعالى ليش سمى السفر؟ السفر قالوا لأنه يكشف عن أخلاق الآخرين، يكشف عن أخلاق الناس. لما تكون تسافر مع كثير من الناس، عند السفر يتكشف لك كثير من الأمور، طبعا هذا ملاحظ، ونحن عرفنا أن بعض الناس كثير منهم يعني اكتشفنا فيهم أثناء السفر أخلاق ما كنا يعني متعودين عليها أثناء عملنا، أثناء وظيفتنا. وبالتالي شوف يعني إذا أردت أن تعرف شخص كذا، تعرفه أثناء السفر، أثناء النوم، أثناء الأكل والشرب. بعض الناس تكون تصوره ما شاء الله يعني، لكن أثناء ما تأكل أنت من صحن واحد يسفر لك عن يعني أشياء
والعياذ بالله تتصور تقول هذا معقول، هذا فلان اللي كنا نحن هو هذا وهذا فلان، من الأشياء هذه وهذه من الأشياء الخاطئة. ويعني الأصل أنه مثل هؤلاء لا تركن أو لا تثق فيه وتبدأ تبوح له بجميع أسرارك. لابد ما تبدأ يعني تمشي معه، تشاركه في الأكل، تشاركه في الشرب، تشاركه في السفر، تتعامل معه بالمال بالدرهم والدينار حتى تثق فيه. أما إذا كانت مجرد محادثة عابرة أو مجرد تعرف يعني معرفة في مسجد أو معرفة في وظيفة، معرفة يعني عابرة، فأنا أنصح أنه في مثل هذا تعامل معه بالمعلومات الضرورية وليست بإفصاح عن ذاتك الشخصي. أيضا استخدام الإفصاح المتبادل. بعض الناس عندهم طبع يسمع منك، يسمع جميع أسرارك، لكن مش مستعد يخرج لك سر واحد. وبالتالي إذا أنت تعطوا المرة الأولى سر، وتعطوا المرة الثانية سر، وتعطوا المرة الثانية تفصل على شيء، وتشوف أن الرجل كتوم مكتم، معنى هذا أن الرجل إيش؟ الرجل قال يسجل فقط، يسجل عليك. إذا لم يكن في يعني معرفة متبادلة أو إفصاح متبادل بينك وبينه، الأصل أنه يعني تبتعد وتحذر منه، ولا تعطيه إلا يعني الشيء الضروري الذي لا يؤثر على علاقتك معه. ثم أيضا بعض أحيانا تستخدم الإفصاح عن الذات لتدعيم العلاقة. لكن متى تستخدم لتدعيم العلاقة؟ عندما تقول له من أنت، ما هو تخصصك، علاقتك، معرفتك، سفرياتك، حاجاتك، الحاجة الذي أنت تستطيع تشعر أن هذا الشخص الذي تصلح عن ذاتك أنه ممكن يستفيد منك أو ممكن تستفيد منه. أنت مثلا تجيب له يعني مثلا السيرة الذاتية، جزء من السيرة الذاتية حقك، منشان إيش؟ منشان أنت ترجو من هذه العلاقة تطور العلاقة فيما بينك وبينه. فبالتالي لا بأس من استخدام الإفصاح عن الذات، لكن في الأشياء التي لا تؤثر ولا تعتبر إيش، ولا تعتبر صيد بيد من تعطيه هذا الإفصاح. قلنا أنه أسباب انجذابك للآخرين أو يعني أحياناً تنجذب له بسبب الهيئة حقه، بسبب مظهر الخارجي، بسبب كذا، وبالتالي يعني من أجل تكون مهارة الاتصال، مهارة الاتصال ضروري يكون مظهرك الخارجي يكون يعني لائق. يعني ثبت في السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الوفود، عندما يرسل الوفود كان يهتم أحيانا بجلوس، يرسل مرة يرسل العباس بن عبد المطلب لجهورية صوته، وكان صاحب بلاغة، وكان صاحب يعني كلمات رنانة، وكان يعني فصيح، فكان يرسله. وأيضا كان من الرسل الذي كان يهتم بإرسالهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد اسمه دحية الكلبي، قالوا هذا الشخص كان يعني وسيم إلى درجة كبيرة، وكان مهتم بظهره ومهتم بشخصه، وبالتالي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعمد إرسال هذين الشخصين لأنه عندهم قدرة على التأثير، قدرة على الإقناع. هذا عنده قدرة على الإقناع بجهورية صوته وبلاغته وفصاحته وقدرته على الإقناع، وهذا عنده التأثير في المظهر الخارجي، يستطيع أن يكذب ويتحاور مع الآخرين. وأنت تعرف، إحنا نعرف هذا الكلام اليوم، أنه عندما يدخل، وخاصة اليوم أصبحت المظاهر والهندام، وأصبح له يعني قبول، ويعني حتى في التقييمات عند الإدارة لما نقيم الموظف، جزء من تقييم الموظف هندامه الخارجي، مظهره الخارجي. نحن عندنا في التوجيه التربوي عندما يعني يفتشوا في على المدرسين في الجامعات، على المدرسين في التربية، جزء مهم من التقييم الاهتمام مظهر الخارجي، لأنه مظهرك الخارجي يعكس شخصيتك. وأيضا طبعا هذا الموضوع ما له دخل في التواضع والتواضع، احنا نتكلم عن مهارة الاتصال، كيف تكون ماهر الاتصال، هذا موضوع التواضع وموضوع كذا. والتواضع لا يعني يعني الظهور بالمظهر الرخ أمام الآخرين، بل التواضع هو في الجانب، التواضع مهارة من مهارة الاتصال، وهو عندما تتواضع للآخرين وتحاول تكسبهم، تحاول تقنعهم. التواضع لا يعني أنك تكون رث، هذا لا ليس علاقة لا بالتواضع ولا بالزهد حتى. فمن يعني المظهر الخارجي
في موضوع مهارة الاتصال، المظهر الخارجي مظهر مهم جدا، وهذا كلنا نلاحظه، أنه عندما يأتي شخص وعنده هندام وعنده كذا الناس كلهم ينقذبوا له. فقد يقول واحد والله يكون واحد عنده يعني مظهر خارجي لكن معلوماته غير كذا، هذا شيء آخر تماما. الأصل أنه إيش المانع أن يكون هذا الشخص الذي عنده معلومات أنه يكون عنده الهندام؟ ما فيش مشكلة، الأصل أنه يظهر يعني هندام وما فيش مشكلة يعني. الشيء الثاني من الانقذاب الآخرين يعني الفائدة المتوقعة. أحيانا يعني ننقذب لشخص أو أنه نتقرب منه، نحاول نتعرف له، نحاول نتواصل معه، نحاول نعزز المعرفة معه، بسبب أنه لو تعرفنا عليه ربما نحصل منه فائدة متوقعة. قد يكون يعني رجل أعمال، قد يكون موظف كبير ممكن نحن نستفيد منه في وزارة معينة، قد يكون يعني شخصي في منه فائدة، مثلا خاصة الطالب يتوقع منه مثلا دعم في موضوع دعم الطالب، موضوع فعل خير في موضوع آخر. هذه فائدة متوقعة أحيانا جزء من أسباب انجذابك أو انجذابنا للآخرين. الشيء الثاني أو السبب الثالث وهو موضوع التشابه. يعني أحيانا بتحصل، وهذا يعني ملحوظ، أن عندما تكون في تجمع معين تحصل الشباب ملتقوا لوحدهم، وأصحاب التخصصات مثلا بتحصل الطبيب مباشرة ينقذب للطبيب الآخر ويفتح معه موضوع المهندس مع المهندس، البنت مع البنت، وهذا بموضوع التشابه في التخصص، التشابه في الميول، التشابه أحيانا في العمر، يعني يكون في تكابه في العمر، فتحصل هكذا دائما يعني في تجمعاتنا مثلا الأسرية والاجتماعية، تحصل الشباب لحالهم وأصحاب كبار السن لوحدهم، تحصل أصحاب يعني تحصل كل ناس ينقذبوا إلى من في يعني شوية تشابه فيما بينهم. برضو من ضمن الانقذاب برضو الاختلاف في معتقدات الناس، من النادر أن يؤدي إلى تكوين علاقة شخصية. طبعا لما نكون في اختلاف في العقائد، اختلاف في الآراء، اختلاف كذا، تحصل أنه يعني في هذا يحصل في نوع من لا يكون هناك ارتباط قوي مثل ارتباط أثناء في التشابه أو في التقارب. يعني الاختلاف دائما يكون يعني عادة ما يؤدي إلى يعني نوع من التنازع أكثر من التآلف والتقارب. وموضوع التقارب والتواصل المباشر يحدث بين البشر عندما يتشاركون في تجربة عمل معينة. وطبعا في موضوع الاختلاف في المعتقدات والأديان، اليوم هناك فئة معينة تحاول تعمل تقريب وجهات النظر بين كذا، لكن يجدوا صعوبة أحيانا تصل إلى منطقة ضروري ما تختلف أنت وهذا الشخص، وبالتالي غير يعني كعلاقة شخصية غير ناجحة. يعني مراحل تطور العلاقة الشخصية، اليوم مراحل تطور الشخصية لو أنتم معي واخذين بالكم أنها تشبه الهرم وتشبه المثلث، ممكن تشبه المثلث لأنه يعني يبدأ من اليمين ثم ترتفع فوق 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 إلى رأس الهرم أو رأس المثلث ثم ترجع في اتجاه اليسار. هذه تطور العلاقة الشخصية يعني باختصار، وهي أول حاجة من الجهات اليمين بالمثلث البداية، وهي المرحلة التي يلتقي بها الأشخاص للمرة الأولى، وتتصف هذه المرحلة بالغموض، مثل عندما أجد شخصا لأول مرة فأول ما أقول له السلام عليكم وكيف الحال وهو يرد نفس الكلام، كيف حالك طيب، من حبة لا حبة، من كلمة لا كلمة، ومثل ما قالوا السلام يقول كلام والكلام يقول سبولة، يقول هكذا، يقول السلام يقول كلام. الثمرة هذه اللي فيها الذرة، ثمرة الذرة السنبلة. البداية تكون في السؤال، في السلام، في التحية، وأحيانا يعني سبحان الله تلتقي بشخص داخل باص وأنت راكب، ولا في قطار، ولا في طائرة، ولا يعني أحيانا تلتقي في بوفية، لكن سبحان الله تنقذب له انقذاب وتصبح بداية عميقة وتؤدي إلى علاقة يعني قوية جدا. أحيانا يعني من الأشياء التي يعني عايشناها، أحيانا يقع حادث مروري معين ويحصل فيه يعني ربما يعني أضرار كثيرة، لكن سبحان الله تكون هذا الحادث يتحول من مشكلة
إلى علاقة ما بين هذين الطرفين وتتطور إلى علاقة يعني قوية جدا جدا. وهذا يعني معانا في عشرات الأمثلة يعني من خلال بدأت مشكلة، وأحيانا بدأت تعرف بباص، وأحيانا ببوفيا، وأحيانا بقطار، وأحيانا وهكذا. فهذه بداية تطور العلاقة الشخصية بين الآخرين. اثنين، التجربة. بعد التجربة، بعد التعرف، أنت تبدأ مثل ما قلنا في البداية لما كنا نتكلم على الأسرار، أنه ينبغي أن يكون في تدرج. هنا التدرج، أول حاجة البداية، بعدين بدأ تقربه، قربه مرة، قربه مرتين، قربه في قضية معينة، قربه في سر معين، قربه في معاملة معينة. وبالتالي أنت لابد، المرحلة الثانية هي مرحلة تسمى مرحلة التجربة، ويعني تتعرف على الآخرين عن قرب. عندما تقربه، عندما تحصل التجربة، إما تنتقل إلى المنطقة، إلى المرحلة الثالثة، يعني وهي مرحلة التعزيز ومرحلة التكليف، أو مباشرة تنهي هذه العلاقة من أول تجربة. من أول تجربة، عندما تقرب المرة الأولى، تقرب المرة الثانية، تصل أن هذا مش نافع معك للعلاقة الشخصية، وبالتالي تبدأ تنهي العلاقة معه. هنا هذه النقطة الثانية هي مرحلة مهمة، يا مرحلة يا تجعلك تعزز العلاقة إلى أعلى مستوى، أو أنك ترجع تنهي العلاقة هذه إلى الأبد من التجربة، من خلال التجربة. وبالتالي تأتي المرحلة الثانية الثالثة، وهي مرحلة التعزيز والتكليف. وهذه المرحلة مرتبطة بمرحلة التجربة. إذا نجحت التجربة، تبدأ أنت تبدأ تعزز وتبدأ تكثف هذه العلاقة. بعد تعزيز وتكليف العلاقة، أنت تبدأ تتكامل أنت وهذا الشخص، يبدأ في تكامل، يبدأ في تعارف، يبدأ في تبادل في منافع، تبادل في المصالح، ويبدأ كل واحد منكم يكمل الآخر، كل واحد ينفع الآخر، كل واحد يستفيد من الآخر، وبالتالي يحصل نوع من التكامل، تكامل العلاقة بين هؤلاء الشخصين. المرحلة التي تليها مرحلة الارتباط، وهو مرحلة أن يتفق الطرفان على الالتزام بهذه العلاقة مدى الدهر، وهو الارتباط القوي. وهذا يعني قد يحصل باتفاق، مش معنى ذلك أننا نحن ما الاتفاق مكتوب، ولكن وصولك إلى هذه المرحلة معنى ذلك أن هذه وصلت العلاقة إلى درجة من القوة ولا درجة من المتانة، ممكن أن تستمر إلى نهاية الدهر. وسبحان الله، أحيانا يعني كل ما أنت تشعر أن يعني زادت العلاقة، أحيانا تحصل الشيطان يدخل في التفاصيل أو يكمل في التفاصيل، تنتهي هذه العلاقة في مرحلة من هذه المراحل. وما فيش يعني لا صداقة دامت تدوم للأخير، ولا عداوة تدوم للأخير. بعض الصداقات يعني بعض الأصدقاء يكونوا سبحان الله يعني ارتباط قوي وعلاقة متينة وصحبة وأسرار، بس لما يختلفوا أطرف اختلاف، نعوذ بالله من هذا الاختلاف، إلى درجة يعني الفجور في الخصومة. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الفجور في الخصومة من علامات النفاق، يعني علامات النفاق، وإذا خصم فقد. يعني الفجور في الخصومة مشكلة، يعني عادة الناس تختلف، طبيعي اختلف أنا وأنت، لكن يعني هذا الاختلاف قد لا يدوم، مثل ما لم تدوم الصداقة، أيضا الخلاف هذا لن يدوم. وبالتالي بعض الناس يضيع، إذا ارتبط بك ارتبط وثيق وسكب كل أسراره، وإذا اختلف معك يروح الطرف الآخر النقيض له، يخرج يعني يعكس يخرج كل هذه الأسرار، وهذا من الفجور في الخصومة. فجور في الخصومة المرحلة التي بعدها، وهي تبدأ مرحلة الاختلاف. وقلنا أن الاختلاف هنا يبدأ في التفاصيل، ويعني ينبغي للخلاف هذا أن يكون له حدود، ينبغي أن له يعني كل حدود. وهذا الاختلاف أحيانا يعني بعضه يعني يؤدي إلى الانفصال السريع، وبعضه يؤدي إلى الانكماش أو التلاشي، وأحياناً يقمد لفترة وبعدين يرجع ينتعش من جديد، وهكذا. هذه المرحلة يعني يعتبر فيها الاختلاف أو الصداقة وصلت إلى مرحلة مهزوزة، نستطيع أن نقول مهزوزة، لا هي انتهت، ولا هي نمت، ولا هكذا، ولكن أصبحت في منطقة مهزوزة أو منطقة مرتعشة. التقييد، مرحلة التقييد، أحياناً بعض الناس لمن يختلفوا
مثل ما قلنا بعض الناس لما يختلف يختلف وفقر في الخصومة، وبعض الناس يكون بينهم فقور في الخصومة، ولكن الصداقة هنا والعلاقة هنا مقيدة. ليش مقيدة؟ أحيانا يكون في خوف، يعني لو مثلا ما تعرفوا المثل قال ما شافهم هم يسرقون شافوهم هم إيش؟ هم يضاربوا. بعض الأصدقاء يكون في بينهم من العلاقات ومن الأسرار كل واحد ماسك على الثاني ملفات، أو الاثنين يعني دارجين في قضايا، يعني لو 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 طفت على السطح يعني انتشر غسيلهم الاثنين يتضرروا من هذا الخلاف، وبالتالي هؤلاء يصبحوا يعني مقيدين، كل واحد محافظ على صاحبه، أمام الناس يظهروا ويعملوا أمام الناس، يبتسموا بينهم بين ابتسامة صفراء، وربما يروحوا مع بعض يزوروا زميل، وربما يروحوا يقضوا غرض معين ومعاملة معينة مع بعض، يسافروا مع بعض كذا، لكن العلاقة بينهم فيها توتر، توتر شديد، وتعتبر بمثابة الحرب الباردة بينهم، لكن لا تطفو إلى السطح. عدوهم ما وصلوش إلى نشر الغسيل، ما استطاعوا ينشروا الغسيل حقهم، بسبب أنه لو راح هذا الغسيل ولا شيء أكيد أحدهم بيتضرر أو الاثنين بيتضرر، وبالتالي كل واحد فقط يعني ماسك على صاحبه من شان لا ينتشر غسيلهم. وبعدين تأتي مرحلة الركود، تتوقف العلاقة في هذه المرحلة، والتجنب، كل واحد بعد المرحلة يتجنب الآخر، كل واحد يظل يتجنب الآخر إلى أن يصلوا إلى المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة الإنهاء. ويعني مثل هذه العلاقة التي تنتهي، تبدأ في البداية وتنتهي بالإنهاء، مثلها مثل علاقة الزواج الذي يبدأ بالحب الشديد والعلاقة والغرام و و و و و و وبعدين في الأخير يعملوا شهرين ثلاثة أشهر وبدأوا في الانحدار، بعضهم سنين بعض شهرين، بعضهم سنين، بعضهم يعني بعض يعني أسر تنفصل، وقد معهم أحفاد، أحفاد معهم أحفاد وانفصلوا. شوف العلاقة له وصلت إلى ذروة إلى فوق، بعد رجعت للأخير. وأنا دائما أشبه العلاقة والصداقة التي دائما تنتهي بهذا المثل، مثلا العلاقة الزواج الذي يبدأ بالحب والغرام وينتهي بإيش؟ وينتهي بالطلاق. ننتقل إلى الموضوع الثاني، وهو موضوع الاتصال الكلامي والاتصال غير الكلامي. طبعا هناك في اتصال كلامي والاتصال غير كلامي. الاتصال الكلامي معروف، وهو يعني ما نسمعه من كلمات، ما نقرأه من عبارات، مفهوم للجميع. والاتصال غير الكلامي باختصار هو ما سنتناوله في هذا الموضوع، وهو يعبر عنه بلغة الجسد، لغة الإشارة، حركة الوجه والعينين، الحركة الإرادية. هذه من الاتصال الكلامي وغير الكلامي. طبعا اللغة التي نستخدمها تعتبر الأداة لإيصال المعاني، وقد تكون إيجابية أو سلبية، وذلك بحسب استخدامنا لهذه الأداة. هذا الكلام يصل، والكلام الذي يصل أحيانا يكون سلبي وأحيانا يكون إيجابي، لكنه في الأخير هو اتصال، ويعتبر الاتصال الكلامي من أهم وسائل الاتصال التي نحتاج أن نعتني بها لتنمية مهاراتنا وقدرتنا، ولنتمكن من استخدامها بكفاءة. أهم شيء عندنا الاتصال الكلامي، لأنه يعني هذا ما نستخدمه في يعني معظم أوقاتنا، وهو ما ينبغي أن يكون عندنا لدينا المهارات الكافية من حسن الإلقاء، التقاء الألفاظ، الابتسامات، القدرة على الإقناع، القدرة على التأثير بالآخرين من خلال يعني الكلمات التي نستخدمها، من خلال الهندام، من خلال يعني استغلال المواقف، استغلال المناسبات لكسب أشخاص آخرين، وتكون مهارتنا إن شاء الله متميزة. من هو المتصل الفعال؟ عندما نقول متصل فعال، متصل جيد، المتصل الجيد، احفظوا هذه العبارة، متصل جيد أو متصل فعال، وهو الذي يعرف كيف يستخدم الكلام المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب مع الشخص المناسب، هذا المتصل الفعال. وبالتالي يقال لكل مقام مقال ولكل حدث حديث. أنا مش ممكن أكون في عرس وأثناء العرس أتكلم عن أقوم أتكلم على ملك الموت، وكيف ملك الموت يقبض الأرواح، وكيف كيف كيف، هل هذا من الاتصال الجيد؟
يعني حصل هذا حصل مرة كنا في عرس، وأثناء ما الناس في المقيل في أثناء ما هم في الديوان، واحد قام فتح لنا موضوع، فتح الفيديو، كان عدو ما في الا قنوات ولا حاجة، كان هذا في عام 94 أو 95 هكذا في هذا اللعنة. وفتح فيديو للشيخ عادل القرني وهو إلى الرفيق الأعلى، ونحن في العرس قلنا له يا أخي يعني ما استغرب، قال الناس في العرس قالسين يسمعوا الشيخ وهو يتكلم لهم عن الموت وعلى الكذا وكيف الرفيق الأعلى وكيف الجنازات وكيف الموت، قال لهم ده حتى إحنا في عرس ولا في حادث وفاة ولا شوف. أحيانا من هنا تأتي، وبالتالي أنه أنت كيف تستخدم يعني الكلمة المناسبة في المناسبات المناسبة لها. يعني أنت تتكلم مع أبوك ولا مع أمك، هل الكلام مع الوالدين مثل الكلام مع الأخوين، هل الكلام مع الأب والأم مثل الكلام مع الزملاء، هل الكلام مع كبار السن مثل الكبار مثل الكلام معهم أصغر منك؟ لا. وبالتالي المتصل الفعال هو الذي يختار الكلام المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب وفي الظرف والحدث والمقام المناسب. طبعا يقال أنه هناك حول العالم يعني ما يقارب من 10,000 لغة أو من 10,000 لهجة، 10,000 لغة يعني. وبالتالي يعني أكثر واحد فاعلية في الاتصال هو الذي معه أكثر من لغة. تكلمنا في الموضوع الأول أنه المتصل الماهر الذي معه أكثر من لغة. اللغة يا أخوة، اللغة يعني مثل ما يقال جواز دبلوماسي، جواز أحمر. اللغة الذي معه أكثر من اللغة هو الشخص الذي يستطيع أن يتواصل مع معظم الثقافات، حتى معظم الثقافات، حتى لو معك لغتين أو لغتين يكفي. لكن أهم شيء أنه اللغة، وأنا أنصح الشباب الذي هم لا زالوا في شغل الشباب، اللغة ثم اللغة ثم اللغة، لابد أن يكون معك أكثر من لغة، من شأن تكون ماهر في اتصالك، من شأن تكون ماهر في قيادتك، لابد أن تكون أن تستغلوا فرصة شبابكم وذروة يعني عطائكم، وتتجهوا نحو يعني امتلاك أكثر من لغة. هذه نصيحة. مفهوم الاتصال الكلامي تبادل اللغة الكلامية من خلال المحادثة والمشافهة بين أطراف الاتصال. ركزوا، من خلال المحادثة والمشافهة. لماذا تتم المحادثة الكلامية؟ لإيصال أكبر قدر من معنى الرسالة، ويعتبر الاتصال الكلامي أهم وسائل الاتصال. طبعا تعريف اللغة أمامكم هو نسق يقوم على مجموعة من الرموز والأصوات والإشارات والعلامات التي تحكمها قواعد للتعبير عن أفكار أو مشاعر بين مبين. شوف اللغة هنا مشتركة، أحيانا مش اللغة إلا اللغة المنطوقة التي ننطق بها الآن نتكلم فيها، أحيانا لما نقول اللغة معنا لغة جسد، معنا لغة مسافة، معنا لغة لمس، معنا لغة يعني إشارات، أكثر من اللغة. اللغة طبعا هي مجموعة من الرموز، حتى الكلمة هذه الذي نحن نتكلم بها هي رموز، رمز والميم، رمز والألف، رمز والتاء رمز، لكن في الأخير تم تنسيقها على هيئة كلمات وعبارات، فأصبحت الناس يعرفوا إيش معنى يعني هذه الكلمة ويفرقوا بينها وبين يعني كثير من الكلمات. نستخدم اللغة طبعاً كوسيلة لإيصال المعاني بين البشر، ولولاها لأصبح الاتصال معدوماً. فعلاً لو كل واحد معه لغة، كل واحد معه لهجة، لو لم يتوارث الناس لهجاتهم ولغاتهم، تصور كيف يعني سيصبح الناس يعني بيصبحوا حتى البهائم بينهم لغات يتواصلوا فيها، حتى البهائم سبحان الله والطيور وهذا كل لغة معه لهجته ومعه لغته الذي يتواصل مع أبناء جنس منهم يعني. وبالتالي نحن نستخدم هذه اللغة كوسيلة للتواصل وإيصال المعاني فيما بيننا، ونستطيع نؤثر على الآخرين في لغتنا إذا قمنا باستخدامها بشكل جيد وفعال. وأنت عندما تختار العبارة المناسبة، قلنا تختار الكلمة المنسقة، تختار المصطلحات الهادفة، أنت تستطيع أن تتواصل وتؤثر بها على الآخرين. هناك عدة عناصر تحتويها اللغة المنطوقة طبعاً. من هذه العناصر الصوت، أنتم الآن تسمعوا هذه من ضمن هذه العناصر الأصوات التي تتجمع لتصنع الكلمات. فقلنا مثلاً ما قلنا لكم أن ألف رمز وباء رمز وتاء رمز، ولكن عندما
يعني تتجمع هذه الكلمات يصبح معي يعني اسم جهاز، يصبح معي اسم شخص، يصبح معي اسم شجرة، يصبح معي اسم يعني علم من الأعلام، معلم من المعالم، آلة من الآلات، هي مجموعة من هذه الأصوات ومن هذه الأحرف. القواعد برضو للغة عدة قواعد: النحوية، الدلالية، التنظيمية، وهذه مش يعني القواعد مشتركة بين كثير، يعني ما فيش لغة من اللغات إلا ولها قواعدها. الكلمات برضو يعني هي عبارة عن مجموعة من الرموز نستخدمها اللي يعني في لإيصال المعاني، لإيصال المعاني بشكل دقيق. والمعاني هي تحت حكم البشر يتفاوت فهم المعنى من شخص لآخر. يعني مثلا ما قلنا لكم الأسبوع الماضي أن كلمة عين أحيانا يعني في الدلالة لها عدة معاني، ولكن أنت تستخدمها في معنى السياق. يعني اليوم نحن نقرأ هذه الكلمات في معانا همزة وفي معانا نقاط، من التاء النقاط والباء النقاط كذا، لكن يعني كان من قبل من خلال السياق، أنت تعرف المعنى من خلال السياق وتقرأ، كان بدون نقاط وبدون إشارات بدون، وكانوا الناس يفهموها من خلال النقاط. حتى اليوم أنا لو أحول هذه اللوحة التي أمامكم ألغي منها النقاط، ألغي منها الإشارات، ستستطيعون أنكم تصل يعني تقرأوها بدون هذه النقاط وتفهموها من خلال يعني الكلمات التي مترابطة مع بعض. لكن لو حصل إنه أنا خلط هذه الكلمات، لو حصل إنه خلط هذه، حتى لو هي يعني فيها نقاط وكذا، لكن لو حصل أن الكلمة هذه رجعتها وخلطتها لكم خلط، ما تستطيع أن تصل للمعنى، لن تستطيع أن تقرأ المعنى أو تفهم محتوى هذا السطر. لكن لو خليت لك السطر الأول هذا كما هو منسق منظم لكن بدون نقاط، أنت من خلال المحتوى، من خلال السياق، أنت ستصل إلى المعنى. الكلمة هي عبارة عن معاني. هناك معنى دلالي وهو المعنى اللغوي للكلمة، عندما تقول يعني مثلا كتب يكتب كتابة، ولكن هناك معاني اصطلاحية للكلمة، لكل كلمة يعني معنى اصطلاحي لها. على سبيل المثال كلمة خطير في القاموس تعني الشخص الذي يلحق الأذى بالناس، أما بالاستخدام الدارج لها قد تعني الشخص المميز. وبالتالي اليوم يا أخوة أنتم تسمعوا لما نشتي نصف فلان أو أحد يصف يعني يصف مثلا ابنه ولا حاجة، يقول هذا شيطان. ليش شيطان؟ لأنه ذكي، شيطان لأنه يعرف دبر نفسه، اسمه سمونه شيطان، سمونه خطير. أصبحنا اليوم أصبحت يعني الكلمات تستخدم بغير استخدامها. مثلا أمامكم أنا سجلت كلام كلمة رهيب، أمامكم كلمة رهيب مأخوذة من الرهب، من الرهبة، من الإرهاب، من كذا، لكن اليوم يعني أصبحنا نستخدمها ونقول والله فلان رهيب، يعني واحد يقول لمحبوبة رهيب، الكلمة تعني إرهاب، لكن أصبحت اليوم تستخدم للمدح. ما حد يقول لمحبوبه رهيب، لكن أصبحت الكلمة طبيعية، يعني أنك تقول لمحبوبك بدل ما تقول رهيب أصبحت تقول رهيب. وهذه من الأشياء التي شوف كيف استطاعت الكلمات تخرج من معلال من معناها الاصطلاحي، أصبحت اليوم إلى اللغة الدارجة. وهكذا كلمة كثيرة، ويعني أخطرها إنه أصبحنا نستخدم نقول للسارق شاطر، ولا للفاسد، للمرتشي، نقول والله فلان هذا رجال، لأنه يعني ما شاء الله دخل له مؤسسة حكومية وخطف، يعني عمل له ملل جيب، وقلنا والله فلان رجال. شوف كيف أصبحنا نستخدم يعني كلمات لها معاني دلالية ممتازة، إلى أن احنا أصبحنا نستخدمها في غير محلها. وهذا من الأشياء الخاطئة، ونتمنى أنه يعني الناس تبدأ تصحح، وخاصة يعني طلبتنا شبابنا أنه نبدأ أن يعني، وخاصة لا نستعملها أقل حاجة مع أبنائنا. مش لما تشوف في ابنك شاطر تقول والله أنه شيطان، ولا تقول والله أنه هذا خطير، والله أنه لا، ممكن تقول له والله ممتاز، والله يعني كذا. لكن سبحان الله يعني حتى من زمان الناس تعودوا يعني أنه يصف ابنه بالنمر، يقول له أنت أسد، ولا أنت نمر، ولا أنت ذئب، ولا كذا كذا، رغم أنه حيوان يعني. لكن الناس أصبحت الآن كلمة يمتدح فيها، نقول والله فلان أسد، والله فلان ذئ، والله فلان نمر، والله فلان تيس. أما هذه تيس، هذه لوحدها، هذه كلمة تيس. فهذه من الأشياء التي يعني خرجت من المعاني الاصطلاح الكلمة والمعاني الضمنية، أصبحت تستخدم باستخدام دارج.
من صفة المتصل الجيد أنه يحاول التعرف على الثقافات المختلفة وما بينها من فروق، وهذا أفضل شيء. شوف أنت عندما تسافر إلى بلد، المتصل الجيد أو الإنسان الشخص الفاهم عندما يتصل على بلد يدخل النت وتعرف على هذه البلد، تعرف على ثقافتها، تعرف على ديانتها، تعرف على الجانب الإثني، تعرف على الطقوس حقها، يتعرف على وهذا من الأشياء الجيدة للمتصل أو الأخ الذي يسافر من بلد إلى بلد. أنصحه أو ننصح أنه يحاول ما يدخلش هذا البلد إلا وقد تعرف على ثقافتها، عاداتها، تقاليدها، طقوسها، يعني دياناتها المختلفة، ثقافتها المختلفة، حتى يتعامل مع هذا من مثل ما قلنا لكل مقام مقال ولكل حديث حديث. مش معقول تروح مثلا للهند وتبدأ تتعامل لك مع يعني الذي هناك مثلا معنا هندوس الذي يعبدوا البقر، في ناس في مناطق أخرى لهم، لابد أنك أنت تتعامل مع هذه الثقافات، وما تدخلش بلد إلا وأنت قد عرفت جميع ما يحيط بهذا البلد من 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 معتقدات وإثنيات وغير ذلك من البروتوكولات التي الناس يتعرف عليها. اثنين، يكيف أسلوب اتصاله بما يلائم الحدث. ومثال عليه، عندما يتم دعوة للغداء في اليابان لا يمكن النقاش في أمور العمل بين الزملاء أثناء الغداء، وتتم في المكتب المخصص له. يعني في اليابان يهرب من العمل للمكتب يتكلم معك عن حاجات أخرى. قال اليابانيين ملتزمين أثناء العمل عمل، وأثناء ما هو في البيت بالبيت، وأثناء ما هم في يعني مناسبة أخرى لمناسبة أخرى، منضبطين إلى حد كبير، ولذلك هم ناجحين. توجد عدة أمور تعيق الاتصال الكلامي. من هذه الاتصال حجب المعنى وتشويهه. عندما نبدل الكلمة بأخرى للتقليل من الضرر أو للمبالغة، مثل عليه بدل أن نقول حادثان نقول عنه ما يوصف بأنه اعتداء. وهذا الكلام حجب المعنى، هذا يستخدمه السياسيون، يستخدمونه الإعلاميون يعني خاصة أثناء المكايدات، أثناء ما كذا. يعني بتحصل الآن يعني تحصل في 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 حادثة معينة، لو تلاحظ عدة وسائل إعلامية ستجد أن كل وسيلة تصف الحدث بما يتوافق مع مالكي هذه القنوات أو مع هذا، فيحاول إيش؟ إما يهول، يعني يجعل من 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 انفجار دبة الغاز يعني ربما حادثة كبيرة، ويجعل من الحادثة الكبيرة ربما يعني حادثة يقلل من، وهذا مما يعيق الاتصال، وهو ما يعني حجب المعنى وتشويهه بل إخفاؤه. اثنين، سوء الفهم، وهذا ما يحدث بين كثير، وأحيانا يعني تقع الخصومة بين الأصدقاء بسبب سوء فهم معين. أحيانا في يعني كلمة معينة أحيانا تحترف، وما أكثر الاحتراف. اليوم إحنا نتعامل بالكيبورد ولا بالحق التلفون، تريد ترسل كلمة تروح لك كلمة أخرى، يعني تقلب لك صاحبك يعني 180 درجة إلى الجهة الأخرى بسبب أحيانا سوء فهم كلمة معينة. مثلا كلمة ماشي عندنا، نحن نستخدمها عندنا، ماشي معناته إيش؟ ما فيش حاجة، لكن في مصر ماشي معناته موافق، ونحن عندنا في اليمن نستخدمها الرفض. نقل الأخبار والإشاعات، وما أكثرها هذه الأيام، وكبر حجمها. وطبعا من الأشياء الخطيرة التي تعيق الاتصال الكلامي موضوع الإشاعات، وخاصة في موضوع الأعراض. في موضوع الأعراض يا أخوة، الأصل أن يكون إعراض عن الخوض في موضوع الإشاعات، في موضوع الأعراض، في خاصة النساء. دائما النساء والبنات دائما هي الحلقة الضعيفة في المجتمع. يعني يحصل الناس يعني لا يلوموا المجرم بقدر لومتهم للضحية، وهذا ما هو حادث في مجتمعاتنا، أن الإشاعات وخاصة في موضوع النساء وخاصة في مجتمعاتنا المحافظة، النساء ينالهن النصيب الأكبر من الإشاعات، وهذا بسبب الجهل، فيتحملن الظلم والجور يعني بسبب الجهل. وقلنا في البداية أنه أحياناً البنت تضطر أنها لا تبوح بإسرارها لوالدها خوفاً من هذه الأخبار، من هذه الإشاعات، وربما لأن الآباء أصبحوا الأسر ما عاد يتعاملش مع البنات
يعني خوفا من العار، خوفا من الاخبار، خوفا ايش بيقول الناس، وبالتالي اصبحت البنت يعني اما يعني بين نقيضين، بين فكي كماشه، اما انها تخضع للاصطياد والابتزاز، او انها تقع ضحيه. هي في الاخير هي ضحيه عند المجتمع، عند اهلها، عند اسرتها، لانها كما قلت هي الحلقه الضعيفه. ونتمنى ان نقلل من هذه الاشاعات، ونحاول يعني نوعي المجتمع، نوعي أنفسنا، نوعي شبابنا، نوعي بناتنا بهذه الأخبار، بخطر موضوع نقل الإشاعات والأخبار. والله أحياناً بعض الإشاعات وخاصة في الجانب العرب، الناس أو المغرضين يعملوا من الحبة، مثل ما يقولون يعملوا من الحبة قبة فوق ما يقال. أيضاً المبالغة في التعميم، وهنا يكون متى يكون التعميم يعني يكون احيانا ايجابي يكون سلبي. في كلتا الحالتين نحن تضللنا على الحكم الصحيح، فتعيق الاتصال وتشوش على الرساله، ويزداد الوضع سوءا في حاله التعميمات السلبيه، وقد تقود الى العنصريه المقيته، وقد تفسد العلاقات. في موضوع التعميم انه مثلا نقول ايش؟ نقول اصحاب المنطقه الفلانيه كلهم كذا، اصحاب المنطقه الفلانيه كلهم، سلبيا او ايجابيا. عندما يحصل يعني مشكله معينه من شخص واحد، نحن نقول والله اصحاب المنطقه الفلانيه هذا من مكان فلان، وحكمنا على هذه المنطقه كلها بسبب ان احنا حكمنا على شخص معين. وما اكثر يعني ما هذه الاحكام، وخاصه هذه الايام، انه يعني اصبح التعميم، وخاصه التعميمات السلبيه، اصبحت يعني يعني بشكل كبير ومقيت، وهذا من معوقات الاتصال. برضو أتطرف بالكلمات أحياناً، أنك تحكم على الأشياء يعني ما تحكمش عليه بالشكل الذي يناسبه، إما تقول يعني جميل وهو مش جميل، أو تقول قبيح وهو مش قبيح أو كذا. فهذه من الأشياء يعني عندما نعلنها نقول مثلاً أعمالك كلها سيئة، أو أنت لا تفهم شيء. لكن الأصل أنه يعني عندما نحن نتكلم عن مهارة الاتصال ونتكلم على الآخرين، الأصل أنه الأشياء السيئة ما نذكرهاش. قد تقول شيء جميل وتقول له ذكي وتقول له كذا، تجامله، وهذا من مهارة الاتصال. لكن أنك تنفي عنه الخيرية أو تنفي عنه أي شيء جميل، هذه مشكلة، يعني مشكلة لا ينجح فيها، أو لن تكون فيها يعني ماهر في الاتصال بهذا بالشكل الجيد. ما هي طرق تحسين الاتصال الكلامي؟ أول حاجة استخدام كلمات حيوية وممتعة تجذب الآخرين، استخدام لغة دقيقة، استخدام لغة مسؤولة. عندما نكون مسؤولين عن كلامنا، نتكلم يعني. فقلنا أنه استخدام طرق يعني تحسين الاتصال الكلامي، أول حاجة نحن نستخدم كلمة حيوية، كلمة ممتعة تجذب الآخرين، استخدام لغة دقيقة، ما يكونش لغة مطاطية، ما تكونش لغة فيها تحتمل أكثر من وجه. نستخدم لغة مسؤولة، وهذا عندما نكون مسؤولين عن كلامنا. شوف أحياناً لما تتكلم كلام وأنت ينبغي أن تكون مسؤول عن كلامك، لا تلقي بالكلام على عواهله، ولا يعني خلاص مجرد أنك يعني تلقي أحياناً اتهامات على الآخرين. أنت عندما تتكلم كلام اتهام أو غيره وكذا، ينبغي أن تكون مسؤول عن كلامك، مسؤول عن كل كلمة قلتها. وبالتالي نحن قلنا في المحاضرة الأولى أن الكلام لو خرج، الكلمة لو خرجت، أن هناك لا يمكن التراجع عنه. أنت بإمكانك أن تعتذر، لكن أنا بإمكاني أن أتجاوز محنة الاعتذار وذل الاعتذار. شوف، الاعتذار يجيب الذل، طبعا الاعتذار من شيم الكبر كما يقال، لكن في الأخير أنا بإمكاني يعني بدل ما أحط نفسي كل ساعة أعتذر لواحد، كل ساعة أعتذر لواحد، الأصل أني أتكلم كلام مسؤول، أخرج كلام أكون مسؤول عنه. وإذا ما طفت كلمة أو خرجت غلطة أو كذا، ينبغي أن أكون كبير وأحاول أصلح هذا الخطأ وأعتذر منه، ولا تأخذني العزة بالإثم وأكابر وأقامر حتى أتسبب ضرر في الآخرين بسبب أني جرحتهم بكلمة من الكلمات التي خرجت عندي غير مسؤولة. لغة شارحة، برضو أنها اللغة مشارحة معناته أنها لغة مفهومة، ما تحتاج إلى أنه أنت تجلس يعني تجيب مصطلحات. بعض الناس لما يروح القرى، تمام، الرياف ولا بين بدو ولا بين ناس مش متعلمين،
ايش الذي يحصل؟ بعض الناس يحصل انهم استعراض، يبدا يستعرض كلمات ومصطلحات، ساعه اتكلم عن البروليتاريا، ساعه اتكلم عن مدري ايش، المهم مصطلحات يعني الامبرياليه والمدري ايش وال هذه من الاشياء انت ينبغي انهم ما تستخدمهاش في كثير في المجتمعات البدائيه، في المجتمعات اللي نشوفها. اما بعض الناس عاد يكون معه حبه انجليزي وروح يستعرض امام القرى حقهم، يتكلم مع ابوه وكل شيء، مثلا ما يقول والله يعني مثلا ما تقول كذا، عندي له كلمتين رجع يجيبها له بالانجليزي. وهذه من الاشياء اعتقد انه فيها نوع من الشطحات، نوع من الاستعراض يعني غير ملائمه. برضو نحن قلنا نستخدم لغه ملائمه وهي المناسبه لكل مقام مقال ولكل حدث حديث. معرفه مع من نتحدث، عندما نتحدث مع الاب له حديث، الأم لها حديث، الأخت لها حديث، الأخ الأكبر له حديث، الأخ الأصغر له حديث، ولدك الكبير له حديث، ولدك الأصغر له حديث، زوجتك لها حديث، أختك لها حديث، لكل أنت معرفة مع من تتحدث، أنت يعني تكون ماهر في الاتصال. لكل شخص له كلمات، له عبارات، له أسلوب في الكلام يعني يختلف من شخص إلى آخر، وهذا يعني معروف. بعض الناس كلماته يعني سبحان الله لا يفرق ما بين صغير ولا كبير، ولا يفرق لا بين يعني عاقل ولا جاهل، ولا يفرق بين أحد، وهذا تحصله دائما فاشل في حياته. أما الناجح في الاتصال فهو دائما يكون يعني يعرف مع من يتحدث. عندما نقول صيغة أنا وصيغة أنت، شوف هذه الكلمتين، صيغة أنا دائما شوف تحملنا المسؤوليه وتعطي تفسيرا اكبر. عندما تقول يا اخي انا اتحمل المسؤوليه، انا غلط، انا، لكن عندما يحصل شيء والله هذا انت، والله هذا بسبب فلان، والله هذا بسبب فلان، يعني تمام. لا، الاصل انه تتحمل، تقول انا اتحمل المسؤوليه، اذا حصل شيء انا اتحمل المسؤوليه، حتى لو حصل من 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 افرادك، من الموظفين حقك امام الاخرين، ينبغي ان تقول انا اتحمل المسؤوليه. عندما تقول انت تتحمل المسؤوليه انت تصبح كبير. بعض الناس يتصرف انه لو قال انا اتحمل المسؤوليه، بعض الناس يتصور أنه ضعيف أو أنه خلاص تحمل. بالعكس، أنت تكبر في عيون الآخرين عندما تتحمل مسؤولية نفسك، مسؤولية من يتبعك. أنت تكبر في نظر الآخرين، تكبر في عيون الآخرين. لا 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 لا, لا يمكن أن هذه الكلمة تصغرك. لكل مقام المقال نحن شرحناه ويعني رددناه أكثر من مرة. الموضوع الآخر اللي هو الاتصال غير الكلامي، وهو آخر موضوع في هذا اللقاء. وموضوع الاتصال الكلامي طبعا هو عكس ما قلنا في الاتصال الكلامي. إذا كان الاتصال الكلامي هو عبر المحادثة والمشافهة، فإن الاتصال غير الكلامي هو عبر لغة الإشارة، عبر لغة الجسد، لغة العينين، لغات، عدة لغات للاتصال غير الكلامي سنأخذها هنا فيما بقي معنا من هذا الوقت إن شاء الله. طبعا يعني عندما تطلق احكامك على الاخرين وتحدد علاقتك معهم، هو ان نعتمد على ما نشاهده ونقراه في وجوههم وحركاتهم. مثال: اذا راينا شخصا مقطب الوجه متسع العينين، فاننا لا نحتاج الى كلمات ليقول لنا انه غاضب، ولكن علامه وجهه تشير انه غاضب او غير سعيد. حتى لو قال لك، تقول له انت والله اليوم في وجهك اليوم في شر، في حاجه اليوم، انت مش طبيعي. لو حتى حاول يعمل لك ابتسامه صفراء ولا حاجه، لكن لغة وجهه ولغة جسده ولغة عينيه تكون أصدق من الكلام الذي يقوله. وبالتالي قالوا أن يعني علماء الاتصال يؤكدوا بأن الاتصال غير الكلامي أكثر صدقاً من الاتصال الكلامي. مثال كيف يعني أكثر الاتصال؟ قال لو شاهدنا شخصاً يرتعد وخائف، قد هو خائف يرتعد يعني، وهو يجي يقول لك ما شاء الله، يحاول يثبت نفسه، يحاول يقول له ما لك، مش في، وهو يحاول يبرر لك، هل تصدق كلامه الذي يقوله ولا تصدق لغة جسده؟ نحن نصدق، أكيد نصدق لغة جسده. وبالتالي تصدق فيهم هذا المعنى، أن الاتصال غير الكلامي أكثر صدقاً من الاتصال الكلامي. مفهوم الاتصال الكلامي، نحن نقول غير الكلامي، في الاتصال الكلامي إيش قلنا؟ قلنا هو تبادل المعلومات عبر المحادثة والمشافهة. أما هنا عملية التوصيل أو تبادل المعلومات من خلال إيش؟ بدون كلمات، رسائل بدون كلمات، يعني إما عبر رموز أو حركات أو إشارات أو إيماءات، مشاعر وهكذا. أنها لا يعني غير الكلامي معناته أنه ما تخرجش من أفواهنا كلمات معبرة، فقط
إما مشاعر وأحاسيس، تغير مثلا يعني ما يحدث في الوجه على العينين، الدموع، الابتسامة، يعني ما يبدأ من خوف وارتعاد وارتعاش. فهذه من الأشياء التي نتواصل بها غير ما هو في الكلام. طبعا هذه لغة الاتصال غير الكلامي يعتمد على لغة الإشارة، لغة الحركة، لغة الأشياء، حركة الوجه والعينين، حركة اليد والذراع، حركة الرجلين، حركة الرأس والرقبة، الابتسامة، لغة العيون، طريقة الجلوس برضو لها دور في اتصال، في إيصال المعاني الغير كلامية. شوفوا هنا العلاقة المتداخلة بين الاتصال الكلامي وغير الكلامي. شوفوا هذا الجدول، ركزوا معي عليه. هنا معك اتصال كلامي، وهذا الاتصال الكلامي قد يكون بالكلمة المنطوقة وقد يكون باللغة المكتوبة، ان احنا نعمل رسائل عبر يعني نكتبها بيداتنا او نكتبها كذا، فهذا يعتبر اتصال كلامي. حتى لو لم اقول لك فيه، انا يعني قد انا اقول لك هذه المحاضرة واتكلم لك فيه واشرح بها، لكن هذه المحاضرة هي موجودة عندك في الكتاب او موجودة معي في الملزمة الذي انا جبتها. فقد تكون الكلمة انا اقولها لك ولكنها في يعني قد اكتبها لك كتابة، وبالتالي يعتبر هذا من الاتصال الكلامي، سواء كانت الكلمة منطوقة او مكتوبة، اتصال كلامي. اما غير الكلامي فهو يعني احيانا في مستوى الصوت ونبرة الصوت وضخامة الصوت، احيانا حتى انا اتكلم ويعني طالب وانا في المحاضرة يقول لي اشر لي مثلا، يقول لي طالب عن ذلك الدكتور اخرج، انا اقول نعم يعني بصوت مرتفع، ولا يعني هذا يدل على ايش؟ صح ان انا قلت له نعم بامكانك تخرج، لكن نبرة الصوت حقي ماله، نبرة الصوت مختلفة. وعندما اقول لطالب اخرج، ولا اقول لطالب مثلا يعني طالب قام متأخر اقول له ادخل بصوت قوي، هذا نبرة الصوت تدل على ايش؟ تدل على اني غاضب من هذا الطالب او من ولدك او من اي شخص اخر. كل ما رفعت الصوت انت تتكلم بكلام يعني يكون كلامك طبيعي، لكن نبرة الصوت، اختلاف نبرة الصوت هذا يعتبر اشارة ضمنية يفهم منها ايش؟ معنى آخر، إنك غاضب، إنك فرحان، إنك يعني على اختلاف على نبرة الصوت الذي أنت أصدرته. أيضا الإيماءات، الحركات، المظهر العام، تعبيرات الوجه، هذا من الاتصال غير الكلامي. ما هي سمات الاتصال غير الكلامي؟ أول حاجة أنها تعكس المشاعر والأحاسيس الإنسانية. أنت عندما تلاحظ شخص، تلاحظ على وجهه إما السعادة، إما الفرح، إما الارتباك، إما مثل ما الفرحة والنشوة وغير ذلك، أنت تلاحظها. أيضا تلاحظ الخجل، تلاحظ الإحراق، تلاحظ الحياء، وخاصة عند النساء. ويعني معروف يعني هذه اللغة والمشاعر كلنا إحنا نلاحظها، كلنا إحنا نشوفها أحيانا يعني من زميل، وأحيانا من ابن، من طفل، من بنت، من كذا، تلاحظ أنه يعني المشاعر هذه نحن يومياً ونحن يعني تصادفنا مثل هذه الإشارة. أيضاً يحمل عنصر حكمية الاتصال، مثل ما قلنا أنه أكثر صدق من 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 الاتصال الكلامي. وهنا معنى ذلك أنه أنا عندما يعني إيش معنى عنصر حكمية الاتصال؟ معناته أنه أنا فهمت الكلمة منك. مثلاً أنا أشرح المحاضرة والطالب الذي عندي يستأذن يقول لي عن إذنك اخرج، أنا أوضح له برأسي، أقول له بالموافقة، أهزر رأسي موافقة، خلاص هنا حصل الاتصال، حصلت الموافقة. حتى وإلا قلت له أنا موافق على خروجك ولا ولا كذا، لكن مجرد ما أشرت له بعيني، مجرد ما أشرت له برأسي، مجرد ما أشرت له بيدي، أنا حصل بيني وبينه عملية اتصال، وأنا أشرح المحاضرة الآن. وأنا أشرح لكم ربما يدخل عندي واحد أشر له ولا وأنا أتكلم معكم وحصل، وأنتم كذلك نفس الكلام. يعني بمجرد أنه أنتم الآن تستمع، لكن أكيد أنه في واحد استمع، في واحد دخل عندك، وأكيد أنه يحصل نوع من الاتصال غير الكلامي وأنت مستمع لي، لكن مع هذا يحصل. وبالتالي هنا حصل يعني حمل عنصر حتى الاتصال، معناته حصل الاتصال حتما. ثم أنه يعطي رسائل ضمنية، معنى ذلك أنه يعني من الرسائل الضمنية أنك أنت تعرف من خلال هذا الشخص أنه غاضب، أنه كذا، أنت تعرفه، هل هو لطيف فعلاً، هل هو شديد، هل هو حاسم، هل هو غاضب، هل يعني أنت تحكم عليه يعني بمجرد أنه تصرفت معينة ضمناً، هي يعني خلاص وصلت الرسالة ضمناً من خلال كذا. إذا أنت مثلاً أنا أسلم عليك وأنت يعني تسلم علي وأنت كذا
عامل بوكا، خلص الرسالة وصلت لعندي أنه أنت مش رغبان فيني، أنه أنت في بيني وبينك حاجة يعني، ولا ليش ليش تتجاهلنا مثلا في بترد السلام، ولا أنا أسلم عليك وأنت تمد لي يدك على جنب هكذا على القفا ووجهك مش معي. هذا هذه تعطي رسائل ضمنية أنه في شيء يعني في النفس شيء يحدد هويتنا الشخصية وعلاقتنا مع الآخرين. والمقصود بالهوية هو فهم الفرد لذاته من ناحية، ثم كيفية إظهار تلك الذات، ثم الانطباع الذي يتركه الفرد عند الآخرين. ما هي أنواع الاتصال الكلامي؟ أول حاجة لغة الجسد، وهو أن نحكم على الشخص من وضعية جلوسه على الكرسي إذا كان متم الميلان أو مهتماً، ومثل على ذلك إذا كان الشخص مزلقاً على الكرسي أثناء جلوسه عليه، معنى ذلك أن الشعور أن ينتابه من الملل أو الاسترخاء. وتحدث علماء الاتصال أن الأشخاص الذين يشابهوننا في حركاتهم الجسدية يشابهوننا في طريقة تفكيرهم وآرائهم. وطبعاً الناس يعني فعلاً البعض يعني أنا يعني عندما تستلقي مثلاً هذا الشخص الآخر عندما يعمل نفس الحركات مثلاً هو نفس الشعور الذي كان ينتابك أنت في وقت ما، أنت عندما عملت هذه الحركة يعني أنت تعرف أنه عملها مثلاً عندما يعني يكون واحد عنده يتثاءب أمامك، معنى ذلك إيش؟ أنه يريد ينام وأنت الأصل أنك خلاص تتركه ينام، يعني وصل لك عندك رسالة. وبالتالي ليش؟ لأنه أنا عندما أنام عندما أريد أنام أتثاءب وأفتح في المئة تبدأ أنت تعطي رسائل إيجابية، وهذا الشخص نفس الكلام. فالأصل أنه مثل ما عنده هذا الشعور عندك ينبغي عليك أن تعرفه عند الآخرين، أنه خلاص مجرد ما عمل كذا معناته أنه يريد أن ينام، فالأصل أنك إيش؟ تتركه يعني ليأخذ راحته. ثانياً الوجه والعينين، ونحن تكلمنا عن هذا كثير أنه العينين لها، وسنأخذ الآن في سنعطيكم صور إن شاء الله. الكثير من التعبيرات التي يمكن أن يصدرها الأفراد من خلال تعابير الوجه، سرعة تغيير تلك التعبيرات يعني أنها تتغير بسرعة، أحاسيس معينة تظهر في مناطق معينة من الوجه، السعادة الاندهاش تظهر بالعينين والجزء الأسفل من الوجه، فالغضب يظهر في أسفل الوجه والحاجبين والجبين يتقطب شو كذا، الخوف والحزن يظهران بالعينين أيضا، التقزز يظهر في الجزء الأسفل من الوجه وهكذا. هذه صور، شوف كيف الصور تشوفوها معكم، شوف كيف يكون الحزين، كيف يكون المرتبك، كيف يكون المرتعش، كيف يكون الذي عنده إثارة، كيف يكون الغاضب، كيف يكون الذي تفاجأ. هذه كلها إشارات نحن نلحظها ونراها في وجوه الآخرين، ونحن برضه أيضا يعني نشابه كل احنا نتشابه عندما يكون الموضوع عندنا في موقف حزين، احنا نتشابه مثل ما انت تحزن انا احزن، ومثل ما انت تبتسم في وقت معين وتكون سعيد انا يجي لها ذلك، يعني الناس معروفين بهذا الكلام. وبالتالي نصدر الاحكام، ما في واحد يقول لا والله انا يعني انا هذه الحركات انا ما تنطبقش علي. هل يستطيع واحد ينكر هذا الكلام؟ ما اعتقد انه واحد يستطيع ينكر هذا الكلام. هذه كلها رموز برضو يعني إن شاء الله قد هي مطروحة عندكم، سنزلها الآخرين زي إن شاء الله. ولكن انتبهوا تكونوا تسقطوها عليكم ولا على الآخرين اللي تسقطها، لأنه أحيانا مما يعكر صفو الاتصال الشخصي هو أنك تسقط ما تدرسه وما تتعلمه وترجع تسقطه على كل صغير وكبير. ونحن يعني نحن نقول بصراحة، لأنه نحن لما نحن ندرس مهارة الاتصال نقول له بصراحة أصبحنا أكثر حساسية، لأنه أصبحنا نطبق كل شيء. يعني عندما أنا أشوف شخص معين يجي يقول لي أقول له يا أخي لا والله أنا درس مهارة الاتصال وهذا الكلام نحن ندرسه وأصبحنا يعني نطبق. وأنا أنصح أنه لا يكون معرفتك بهذه الأشياء سبب لاختلافك مع الآخرين. أنا أنصح أنه لا تسقطوها بالشكل السلبي نهائياً، لا تسقطوها بالشكل السلبي، لكن ينبغي عليك أن تعرف يعني حركة الآخرين، مواجهتهم معك، اتصالهم معك من خلال هذه الأشياء وهذه مثل على هذه الأمثلة. اليوم أصبحنا نتواصل في الواتس وفي الفيسبوك يعني عبر هذه الرموز. اليوم يعني أصبح محادثاتنا اليوم كلها رموز من هذه الرموز التي يعني تغذية الفيسبوك والواتساب فيها. يعني ثالثا اللبس والمظهر، للبس والدور آخر غير تغطية مناطق معينة من الجسد، فهي قناة هامة للاتصال غير الكلامي وتسمى منهجية إدارة الانطباع، كما أنها تعكس الحالة المادية
والمستوى التعليمي والاجتماعي. أنا أعرف يعني الطبيب من خلال لبسه، أعرف المهندس من خلال القبعة، أنا أعرف الكهربائي من خلال لبس أصحاب الكهرباء، نعرف يعني أنا أعرف أن هذا الطالب يدرس في كلية الطب أو يدرس في كلية الهندسة، معنا رجال المرور، معنا العسكر، معنا الإطفاء، معنا الطيارين، معنا الضباط المختلف، يعني تعرف أن هذا ضابط رتبة كذا وهذا لابس وضابط رتبة كذا من خلال اللبس ومن خلال ما يظهر عليهم من علامات الطالب. نحن في نعرفهم من خلال يعني ما يحملوه من حقائبهم، مثلا أصحاب الهندسة أنا عندما يطلع معي طالب أنا أعرف أن هذا طالب هندسة وهذا طالب في الطب وهكذا. رابعاً لغة المسافة، برضو هناك مسافات بين الأشخاص ينبغي أن نحذر منها، هناك مسافة حميمية، هناك مسافة شخصية، مسافة اجتماعية، مسافة عامة، وبالتالي يعني علينا أن نتعامل هذه المسافات بحساسية شديدة. أنا أسردها كذا بشكل لأنه باقي خمس دقائق نطرح لكم يعني، فبالتالي يعني هذه المسافات يعني حساسة جدا وخاصة في الأسواق حتى تجلس، يعني أحيانا يعني بعض المسافات وأنت تمشي بالسوق غير لائقة أنك تمشي ومع زميلك والمسافة بينك وبينه بطريقة معينة غير 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 لائقة يعني، وغير منظر، غير حتى في طريقة جلوسك وغيره. فبالتالي ينبغي علينا أن احنا ننتبه لهذه اللغة وهي لغة المسافة، وبرضه لغة اللمس برضه من الأشياء يعني التي ينبغي علينا أن نعرفها. مثلا شوف في مصر احنا عندنا من اللمسات، يعني مثلا أنا عندنا احنا عندنا تربت هنا على ظهرك عندما تكون صديقتي تعرفه وبينك وبينه علاقة، ممكن أنت تطبطب على ظهره أو على بين كتفيه أمر طبيعي، لكن عند الإخوة المصريين يعني أن تطبع على كتفيه أو على ظهره هذه تعتبر إهانة، ويعتبر ممكن يعني ممكن يعني يصل إلى درجة الشجار والعراك إذا سبت إذا يعني أنت اللي مستوفي الكتف، لكن تختلف من منطقة إلى أخرى. وهناك مثلا لمسة الرحمة لما تمسح على رأس اليتيم أو لرأس الضائع أو رأس كذا، هذه من اللمسات يعني، لكن هناك لمسات يعني ينبغي على الحذر منها يعني، وهي موضحة معكم هنا. مثلا ما هناك مسافات لا ينبغي أن نحن ندخل يعني نحذر منها، هناك برضو لمسات ينبغي علينا أن نحن نحذر منها لأنها تؤدي إلى نتائج عكسية. وأنا أكتفي بهذا القدر، وأطرح لكم إذا كان في يعني كذا في دقيقة إلى دقيقتين ما لم ننهي هذا اللقاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. أعتقد يا دكتور الشرح واضح وسلس وممتاز جدا، بس عملية الكتاب والشرح حقك ما هو متسلسل، يعني رقم 10 انت عندك رقم 1 بس، هذه هي اللي ممكن علينا ملاحظه فيها. ايش هي رقم 10؟ انا قلت لكم الكتاب طبعا في كتاب الذي هو انا معتمد في شرحي على كتاب الجامعه. احنا عندنا ملخص ما كتاب طبعا الذي عندكم مثلا لا كتاب كتاب اعتقد كان يعني لما قراته مثلا في موضوع الاستماع والانصات، هذا مهم جدا 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 انه يكون هذا الموضوع بين هذا الموضوع الذي اخذته اليوم، لكن انا تفاجأت انهم طرحوا في الأخير. لا وفي كمان أحد الدروس يعني ربطتها من الوحدة الأولى إلى الوحدة الثالثة. أيوة فهم، لعلني قد أقول لك أنا شفت الكتاب الملخص الذي معكم، أنا الملخص أنا أدرس هذه المادة في الجامعة وأعتمد على الكتاب الرئيسي الذي صدر من الجامعة، كتاب إن شاء الله أنا أقدمه لكم الأسبوع القادم. وأنا عادة كنت أشتري كل هذه الملاحظة للأخير، لأن الكتاب حق الجامعة مختلف عن الملخص الذي معكم، لكن في الأخير هو مش موضوع رياضيات ولا فيزياء، لأنه الموضوع الرياضيات والفيزياء أحياناً مرتبطة بتسلسل منطقي. نحن هذه المواضيع ما هيش مشكلة إنه يكون فيها تقدم أو تأخر، وبالتالي أنا لاحظ أنه هناك اختلاف، لكن إن شاء الله ما يؤديش إلى شيء يعني. اعتمدوا على الملخص هذا، اعتمدوا على الملخص لأنه بالنسبة لكم أنا وأنتم ملزمين بالملخص، لكن أنا الآن أشرح لكم وأوضح لكم لا في حاجات يعني حتى لو تقدمت وتأخرت ما فيها مشكلة يعني ما أعتقد أنه يحصل عند الشخص يعني
يعني فيها لغط أو لأنه يكون في ضرر على الطالب. طيب يا أستاذ، أعتمد على الملخص هذا اللي أنت شرحته لنا في وقت المذاكرة ولا لازم أعتمد على الكتاب؟ اعتمدوا على النسخة الذي معكم الإلكترونية. يعطيك العافية. يلا نسمعكم الله، شكرا شكرا ألف شكر لكم. استفسار بسيط كمان. تفضل. النسخة الإلكترونية هو الكتاب ولا اللي أنت شرحته ذا الحين؟ لا، النسخة الإلكترونية الكتاب الذي معكم. يعطيك العافية. يلا سلام عليكم. Thank you.